العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة. هي بس مش مهمة، هي مباراة صعبة ومتكافئة. وأسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل، والنتيجة دندرة 60 أبو سمبل 60. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أسئلتنا الأربعة هيعتمدوا على السرعة، فأدينا على البازر. معلومات عامة، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية تم الكشف عن أقدم مخطوطة للقرآن الكريم عام 2015؟ محمد عادل. إيطاليا. إيطاليا، إجابة خاطئة. مخطوطة من ورقتين بيرجع تاريخهم للقرن السابع الميلادي. الباحثون قدروا يأرخوا المخطوطة دي بدقة، وصلت لحوالي 95%. إجابتك يا عبلة؟ أسبانيا؟ إنجلترا؟ لا، مش إسبانيا طبعاً. إنجلترا؟ كنت عايز أقولك بس. عبلة، إجابة خاطئة. جامعة بيرمنغهام في إنجلترا. أول سؤال ما يتجاوبش. السؤال اللي جاي رياضة، والسؤال هو: ما هو النادي الحاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2003-2004؟ داود، إجابتك. ريال مدريد. ريال مدريد كسبت 2001-2002. إجابة خاطئة. 2003-2004 دندرة في إجابة؟ أمين؟ هي تخمينة. تخمينة لازم تبقى صعبة جدا. برشلونة. لا خالص. 2005-2006 برشلونة. إجابة خاطئة. هرجع لك يا عبد الرحمن. مين؟ 2003-2004 كان بورتو. خسارة. بورتو كسب موناكو في النهائي 3-0. كان مين مدرب؟ كان جوزيه مورينيو مدرب بورتو. يا داود يا داود، أنا بقى الحاجات دي بزعل عليها جدا. ليه؟ لأن الإجابة موجودة عنده كاملة. هي مش فكرة إن إحنا نخطف البازر، لأ، ما عنديش الإجابة، ما دس على البازر، فإدوا لنفسكوا فرصة. تاني سؤال يضيع وعندكم الإجابة. السؤال اللي جاي تكنولوجيا، والسؤال هو: حصل العالم أسامة إسماعيل على أعلى وسام من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2023، فما هي جنسيته؟ محمد عادل. مصري. مصري؟ إن شاء الله. ميدو، إجابة صحيحة. الدورة 35 من الأولمبياد واللي أقيمت في المجر ليه دوره في نشر تعلم البرمجة في المنطقة العربية وإفريقيا. أحد مؤسسي الأولمبياد المصري والعربي في المعلوماتية. برافو عليك يا ميدو، 70 دندرة، أبو سمبل 60. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 17+15=9 -75 يساوي كام؟ ياه، إجابتك. 85. إجابة خاطئة. 17+15=9 -75 يساوي كام؟ برهان. 143. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 77. هارد لك يا نورهان، عاش أحسن. النتيجة في نهاية الفقرة: دندرة 70، أبو سمبل 60. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، 6 أسئلة: صورة وشخصية، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أول سؤال حيروح لأميرة. صورة وشخصية، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل في الصورة؟ مين ده؟
أنور وجدي. أنور وجدي إجابة صحيحة. ياسر، صورة وشخصية والسؤال هو من هي الفنانة الراحلة في الصورة؟ مين دي بقى؟ شادية. شادية إجابة صحيحة، هي فعلا الفنانة الراحلة شادية. أشكرك، شكرا يا أميرة وشكرا يا ياسر. النتيجة تغيرت، 80 دندرة 70 أبو سمبل. دلوقتي عندنا 4 أسئلة ليكم انتوا التمانية، تعتمد على السرعة. ادينا على البازر. سينما ومسرح والسؤال هو فنان راحل قام بدور سيد الحاوي في مسلسل اللص والكتاب، فمن هو؟ ميدو. حسن حسني. حسن حسني؟ استعجلت ليه؟ لا هي. متأكد؟ آه. كان معاه مين طيب؟ كان معاه اسمه ده ربي، اللي كان عامل دور في اللي كان عامل في راجل ست ستات مع عبد الباقي سامح حسين، وكان مع احمد راتب، وكان معاه هو ده المسلسل، وكان مع احمد راتب وهدي كرم. الفنان محمود طلعت. اجابه صحيحه. الراحل القدير حسن حسني، 90 دندره 70 ابو سمبل. اغاني موسيقى والسؤال هو من هو الفنان الذي غنى وحشني يا طيب بفيلم كان يوم حبك؟ من بطولة داليا البحيري وريهام عبد الغفور. هو كان في الفيلم مين يا عبلة؟ مصطفى قمر؟ لا، إجابة خاطئة، مش مصطفى قمر. مين؟ خالد سليم. خالد سليم إجابة صحيحة. ميدو متألق، برافو عليك يا ميدو، هو فعلا خالد سليم. 100 دندرة 70 أبو سمبل. ومدام سمر ابتدت تتوتر، فريق أبو سمبل خلي بالكم النتيجة ابتدت تبعد. لوحاته معالم والسؤال هو تم بيع لوحة Woman with a Watch لأحد الرسامين في مزاد بنيويورك عام 2023، فمن هو؟ اللوحة دي اتباعت ب 139 مليون دولار. تاني أغلى لوحة لي بعد لوحة ميدو. اسمه دان براون؟ لا، دان براون ازاي؟ ده كاتب، انا بقول رسام. كان اسمه غلط، قلت اسمه غلط. رسام، رسام مشهور جدا. اجابه خاطئه، هارد لك ولا يهمك. مين اللي لوحته ممكن تتباع ب 139 مليون دولار؟ مين يا طارق؟ هو انا مش عارف بصراحه خالص، بس هقول بابلو بيكاسو. اكيد لا، يعني اكيد لا. هو اكيد لا ازاي؟ أكيد إجابة صحيحة. هو بيكاسو طبعا. 80 أبو سمبل 100 دندرة. السؤال اللي جاي آخر سؤال في الفقرة، اسمعوني كويس، وأنا عايز كمان طلاب المدارس اللي موجودين معايا دلوقتي، مش محتاج ورقة وقلم، بس محتاج حد بيفكر بسرعة، تمام؟ وأنتوا كمان مش محتاجين ورقة وقلم. سؤال هياخد وقت، من دلوقتي اللي هيجاوب بسرعة بوعدكم إن هيجاوب غلط، ده وعد. سرعة البديهة والسؤال هو كم مرة تكرر الرقم 5 من 40 إلى 60؟ رقم 5 اتكرر كم مرة من 40
لستين على ما علينا نعدهم. إجابتك 12. أبهر تاني، إجابة صحيحة، برافو عليك. عايز أقول لك حاجة، أنت الوحيد أصلاً اللي جاوبته في القاعة دي كلها. ما هو من 50 ل... أنا عارف إن من 50 ل 60 11 و45 واحد 12. أنت عارف المشكلة في إيه يا عبد الرحمن؟ في رقم 55. أه ما أنا فاهم. يعني لازم تحسب 55 مرتين. هي المشكلة دايماً في دي. برافو عليك. 90 أبو سمبل، 100 دندرة. مباراة قوية جداً ومتكافئة. لسه بدري، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 190 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.